لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لأنك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. اتفضلي الورقه اللي كنتوا طالبينه مني. الصور؟ ايوه فندم، دي مستندات مهمه واصولها ما ينفعش تطلع من البنك. طب ليه ما كلمتناش وخليتنا ننزل لك اسكندريه ونشوف الاصول بتاعت الحاجات دي؟ انا كنت نازل مصر كده كده عشان ازور اختي العيانه، فقلت اصور الورق واريحكم من سفر اسكندريه. لو قلقانين ممكن تشرفوني في البنك في اي وقت وتطلعوا على الاصول. دي جوابات من مجلس الحسب. ايوه
بتدي الحق لعمك محمود انه يسحب المبلغ المكتوب في كل مره في الورق. بس دي مبالغ كبيره قوي كل شهر، ومكتوب فيها علاج مرض الدرن، وانا عمري في حياتي ما جالي درن. حضرتك كنت صغيره وجايز مش فاكره. يعني ازاي هيجيلي مرض خطير زي ده واكون ناسيه؟ لا، ومكتوب كمان مصاريف تعليم خاص ودروس خصوصيه. انا ما دخلتش تعليم خاص، وعمري في حياتي ما خدت درس خصوصي. الحقيقه دي تفاصيل انا ما اعرفهاش، انا ليا الورق اللي بيجيلي اللي بتعامل من خلاله. يعني قصدك تقول ان عم جميله بعت معلومات غلط للمجلس الحاسب وخلاه على اساس هيبعت الجوابات دي للبنك؟ ما اقدرش اظلمه ولا اتهمه بدون دليل. معلش انا مضطر امشي دلوقتي لان حاجز في القطر ولازم اكون في رمسيس حالا. بس الموضوع ما خلصش كده لسه يا استاذ سعيد. خلص بالنسبه لي يا فندم، وانا تحت امرك في اي وقت. السلام عليكم. تفتكر هو ليه جدل حد هنا؟ اكيد طبعا مش عايزنا نسافر له ونشوف الاصول بتاعت الورق ده. يعني انت شاكك في حاجه معينه؟ شاكك في حاجات كتير قوي، بس اعرف ناس في وزاره العدل ممكن يفيدونا ويقولوا لنا ايه حكايه الورق ده واصولاته فين. هي عزة اتأخرتي ليه؟ ما كنتش جاية أصلا. مش أنت مديني ميعاد على التليفون؟ طب اتفضلي اقعدي. اقعدي يا عزة. تشربي إيه؟ أي حاجة. اتنين برتقال لو سمحت. ممكن أعرف طلبة تقابلني ليه؟ تصدقيني لو قلتلك وحشتيني؟ لا ما صدقش. بس هي دي الحقيقة يا عز. يا احمد تنسى ان احنا اتطلقنا. يعني المأذون كتب في ورقة الطلاق ان ما ينفعش حد فينا يوحش التاني؟ بص يا عز، فترة العدة اللي احنا بنمر بيها دي الفترة اللي كل واحد فينا لازم يفكر هينفع يكمل مع التاني ولا لا. وانا فكرت كويس. اوعى تفتكر علشان خاطر العدة لسه ما خلصتش انك تقدر ترجعني. بذمتك دماغك ما ودتكيش لده؟ لا طبعا. توديني لده ازاي بعد ما شفتك بعناية وانت بتخوني يا عزة؟ انت ما شفتنيش وانا بخونك. شفتك ولا ما شفتكش، المهم ان هو ده اللي حصل. يا عزة قلتلك انا كنت هغلط ولحقت نفسي في اخر لحظة. على فكرة يا احمد، الكلام اللي انت بتقوله ده ما فيش عيل صغير يصدقه. لو كنت بتحبيني يا عزة كان زمانك صدقتيني. والنبي بلاش انت بالذات تتكلم عن الحب يا عز. احنا الاتنين غلطنا، انت رميتيني عشان شغلك وانا كنت هغلط واخونك. لسه بتقول كنت؟ هو ده اللي حصل يا عز، وانت اللي سرعتي وطلبتي الطلاق بسرعه. ايه والست ناني كمان بريئه؟ قولي بقى ان ناني كمان بريئه. ناني بتحقد عليك يا عز. اتريقه حطاني في دماغها من زمان، كنت عايزه توقع ما بيني وما بينك باي طريقه. بص يا عز، انت لو رجعتي لي دلوقتي هترجعي لها الضربه اللي هي اديتها لك، مش هتسمعي لحد ان يوقع ما بيننا حتى نين. طب احلف لي ان انت ما خنتنيش وانك لحقت نفسك في اخر لحظه. ايه طبعا مش هتقدر تحلف. يعني لو حلفت لك يا عز هترجعي لي؟ ما خنتكيش يا عز، والله العظيم ما خنتك. ازيك يا استاذ سعيد؟ ليك وحشه والله. معلش بقى كان لازم نجيلك تاني.
خير ان شاء الله. احنا رحنا وزاره العدل وصور الجوابات اللي اخذناها من عند حضرتك ملهاش اصول عنده. ايوه بس ليها اصول عندنا. اه احنا بقى جايين عشان نشوف الاصول دي. ساكت ليه يا استاذ سعيد؟ اكيد الاصول موجوده طالما اديت لنا صور. ايوه موجود. ابعتي لي عاطف بالظرف اللي معاه. اصل انا كنت مجهزه لكم لاني كنت واثق انكم هتيجوا تاني. ما تستغربوش كده. حالا هتشوفوا الاصول وتتاكدوا ان الورق اللي معاكم نسخه طبق الاصل منه. اتفضل. الظرف سعادتك. شكرا عاطف، روح مكتبك انت. اصول اللي عندي. الصورة نسخة منها. بس ده ما ينفيش التزوير. تزوير؟ طبعا. جوابات من مجلس الحاسب للبنك والأصل بتاعها مش موجود في المجلس الحاسب نفسه. تبقى أكيد مزور. حتى لو ده حصل مش مسؤوليتي. عشان أنا ما زورتهاش. بس أنت اللي وافقت تستلمها مزورة. قصدك ما كنتش أعرف إنها مزورة. والله بقى النيابة هي اللي تحدد إذا كنت تعرف ولا ما تعرفش. حضرتك بتهددني قصدك تبلغ عني يعني؟ والله احنا هنبلغ عن جريمة التزوير وساعتها هنعرف مين اللي مسؤول. شوف يا استاذ سعيد، حق جميلة مش هنفرط فيه. ولو عايز الموضوع ما يوصلش للنيابة قول لنا ايه حكاية الموضوع ده بالظبط وبكل صراحة. ان انت ما خنتنيش وانك لحقت نفسك في اخر لحظه. ايه ساكت؟ طبعا عمرك ما هتقدر تحلف. يعني انا لو حلفت لك دلوقتي هترجعيني؟ اه انا ما خنتكيش يا عزم. والله العظيم ما خنتك عزه. ايمان تعالي يا ايمان، تعالي كده خلي بالك. مامي قالت لي انك هنا نازله من فوق لوحدك يا ايمان. ما تخافيش انا خلاص بقيتش احتاج حد يسند. طب اقعدي اقعدي. قولي لي عملتي ايه مع احمد؟ عايز يرجع لي. انا كنت حاسه بكده وانا كنت خايفه من كده. طيب وصلتوا لإيه؟ حلفني إنه ما خانيش. طب أنت لو كنت مكاني يا إيمان كنت هتعملي إيه؟ كنت هصدقه وهرجع له خصوصا لو أنا كمان عايزاه. فكري في اللي في بطنك يا عز، هتلاقي إن رجوعك لأحمد هو الحل الوحيد لكل المشاكل اللي بينك. قلتولي الحقكم قبل ما ترجعوا مصر واديني جيت. ايوه انا غلطت، كنت عارف ان جوابات مزوره ومع ذلك قبلتها. حولت حسابك على حساب محمود تدريج بواقع الجوابات دي. طبعا قبضت الثمن. صدقني عمري ما ندمت على ثمن اكتر من ده. بس والله العظيم تبت. حتى محمود
قصدني في أكتر من موضوع بعد الموضوع دوت، وقلت له لا خلاص أنا مش عايز أرجع للسكة دي تاني. آه واضح إن حضرتك مش مصدقني. تقدروا تسألوا محمود نفسه. وأنا مالي تبت ولا ما تبتش؟ أنت ساعدت عمي إنه يسرقني. الفلوس دي كان ممكن تغير حياتي كلها. أنا على استعداد أرجع لي كل جنيه أخدته منه. مش بس كده، أنا هواجهه قدامك وأخليه يرجع لك فلوسك. هتعرف ترجع لي كل السنين اللي ضاعت من عمري؟ هتعرف تعوضني عن البهدلة اللي شفتها؟ حضرتك مش هتستفيدي حاجة لو فضحتيني وسجنتيني، بس لو سمحتي وخدتي فلوسك هتبقى رحمتيني. مش هينفع يا جماعة أطلع حرامي قدام عيالي بعد السنين دي كلها. وانت ما فكرتش فيا زي ما بتفكر في عيالك كده؟ قلتلك توبت وعمال استغفر ربنا من ساعتها. مفيش توبه من غير تمن، ربنا بيغفر في حقه، لكن حق جميله هيفضل في رقبتك. سلامتك يا طنط. الله يسلمك يا حبيبتي. حبيبتك بجد؟ طبعا حبيبتي، ده انت مرات ابني وزيك زي بناتي. طب طالما بتعتبريني زي بناتك يبقى اقفي جنبي. اقفي جنبي لحد ما اعدي ازمتي مع ادم. انا عارفه انها بنت صاحبتك من زمان، وعارفه كمان انك ما صدقتي تلاقيها، بس ده مش معناه انها تاخد ادم مني. ربنا وحده يعلمينه. وانا قلت له ايه من وراكي؟ قلت له لما جميله رجعت لي انا لوحدي، ما رجعتش ليك انت. وفهمته كمان ان اللي هتعمله مع بنات الناس ممكن يتعمل مع اي بنت من اخواتك. انا عارفه انه بيسمع كلامك، يبقى خليكي وراه، خليكي وراه لحد ما يسيبها ويرجع لنا احنا الاثنين. تقولي لي انا اعمل ايه دلوقتي وانا مش عارفه هو فين؟ انا بقى عارفه انه معاها، وقريب قوي هعرف مكانهم بالظبط وهقول لك عليه. لازم نوجع عمك طبعا ونفهمه اننا عرفنا كل حاجه واننا مش هنسكت. يبقى هواجهه لوحدي، خليك انت بعيد. خايفه عليها يا جميله؟ وخايفه يوصلوا لك عن طريق عمك. لو لقاك لوحدك مش هيديك حقك. يبقى هاخده بالقانون. قصدك قضيه يعني؟ ليه لا، ما دام معايا المستندات اللي بتثبت حقي. ايوه بس خلي بالك عمك كده ممكن يدخل السجن. انا عارفه كويس، هيخاف من السجن وهيجري يديني الفلوس قبل حتى ما يتحكم في القضية. يعني نويتي تخسريه؟ ما انا خسرته من زمان. بابا سابني امانة في ايديه وهو اللي غدر بينا احنا الاتنين. قولي لي يا بنتي، انتي خدتي فلوس من الكيس بتاعي؟ لا ليه؟ الفلوس ناقصه 100 جنيه. 100 جنيه مره واحده؟ يا ريت اول مره. يبقى مفيش غير خالد. بصي انا قلت كده بس كنت بكذب نفسي.
اكيد بيسرقك زي ما كان بيسرقني. وطي صوتك لابوكي يسمع. يا ماما خافي على خالد اكتر ما تخافي من بابا. بابا لازم يعرف، هو الوحيد اللي يوقفه عند حد. اخوكي خلاص ما بقاش بيخاف من حد من ساعه ما اتلم مع الشله الزباله اللي مقضي وقته كله معاهم. اكيد هو سي خالد. وقت كبير له سيره لغايه لما نعرف هنعمل ايه. جميلة وحشتيني قوي. انت كمان يا وفاء. حبيبتي يا جميلة وحشتيني يا دناي. خس عليكي كده برضو تقلقين عليكي اليومين اللي فاتوا دول كلهم. معلش غصب عني يا طنط. محمود يا محمود. جميلة رجعت يا محمود. الحمد لله على السلامة. اتفضل اقعد يا عمي، عايزك تكلمك. تصدقوا تأمني بالله انا كنت متأكد ان انت هترجعي، بس اللي ما كنتش متأكد منه انك ترجعي بالسرعة دي يا بنت اخوي. ولبت واسم النبي حارس والبشمهندس ملقاش حتى يخبيكي فيها. اوعى جميله يكون زهق منك بدري بدري كده. ولا يكونش رجع لمراته بعد ما ابوها هدده انه هيسحب منه كل اللي اداهوله. انا ما كنتش مع ادم، فيا ريت ما نجيبش سيرته دلوقتي. والله عندك حق. امال نجيب سيره مين؟ اقول لك تيجي نجيب سيرة البت بنت الأصول اللي هربت من بيت عمها اللي ربها 18 سنة ورجعت له تاني لما لقت نفسها في الشارع. أنا مش في الشارع دلوقتي وما رجعتش البيت زي ما حضرتك فاكر. أنا عمري ما حسيت إنه بيتك هو بيتي، وعمري ما حسيت إنك عمي. الله، لا والله وطمرت فيك العشرة يا بنت أخويا يا بنت الأصول. بقى بت واطية بعد ما ربيكي بإيديا دول 18 سنة واصرف عليكي من عرقي وعاملك كأنك عيالة من عيالي جاية دلوقتي تقولي مش حاسة إني عمك. أنت عمرك ما كنت فاضيلي عشان تربيني، وعمرك ما عملتني زي حد من ولادك. أنا كنت على طول حاسة إني خدامة بلقمتي. يا سلام يا سندريلا. طب ويا أختي لما أنت حاسة إنك خدامة بلقمتك جاية دلوقتي وراجعة البيت ليه؟ أنا جاية طالبك بحقي اللي أنت خدته مني من 18 سنة. حقك إيه يا أم حق أنت؟ هو في إيه؟ مش عارفة أطوله قوي. دلوقتي نعرف. فلوسي اللي أبويا كان سايبها لي عشان أتعلم بيها، وأنت حولتها لحسابك في البنك بجوابات مزورة من المجلس الحزبي. مجنون مين يا بت؟ لا لك الكلام الفارغ ده. سعيد مدير البنك دلوقتي، اللي كان زمان موظف صغير ساعة ما اتفقتوا مع بعض عليا. دي صور الجوابات المزورة والأصل في البنك. النيابة أكيد هتشوفها وتتأكد إنها مزورة. أنا ما أعرفش أي حاجة عن الكلام الفارغ ده. ده مش كلام فارغ وحضرتك عارف كده كويس. اللي اسمه سعيد ده اصلا كذاب، وانا ما اعرفش جاب الجوابات دي منين. هو ده الكلام اللي هتقوله في المحكمه؟ ايه محكمه؟ ايوه، لو ما ادتنيش الفلوس هرفع قضيه. مستندات البنك وشهاده مدير الفرع هيثبتوا حقي، ده غير طبعا شهاده الدكتور فؤاد. دكتور فؤاد مين؟ دكتور فؤاد اللي سلمك بايده وصيه ابويا، الامانه اللي انت معرفتش تحافظ عليها. ايوه فؤاد ده سلمني جواب، ما سلمنيش فلوس. بابا قال انه سايب لي فلوس وسايب لي حاجات تانيه كمان، ده غير شقتنا اللي انت رجعتها لعلي صاحب البيت واخدت منه خلو ورجل، واكيد الفلوس دي برضه حطيتها في حسابك في البنك. وانا متاكده ان الاستاذ علي مش هينكر الكلام ده في المحكمه. حصلت يا جميل.
في عمك اللي رباكي ده من المحكمة؟ يا ريت ده ما يحصلش. أوعدك محدش يعرف أي حاجة من الكلام ده، لا وفاء ولا طنط فريدة ولا أي حد. هسيبك يومين تكون فكرت كويس. اتفقنا يا عمي؟ السلام عليكم. في ايه يا جميلة؟ انت مشيتني؟ ايوه يا طنط، انا كنت جاي اقول لعمي كلمتين وبيتهيألي انه سامحهم كويس. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ايه ومشيت في ايه؟ وانت ازاي تسيبها تمشي من اصلك؟ ده انت لحد دلوقتي ما قلتليش هي كانت ماشيه ليه؟ سيبيني يا فريده ابوس ايدك. انت تعبان. تعبان قوي ومش طايق حد عارف يا ادم، مش عارفه منين جبت القوه اللي واجهت بيها عمي. من مفاجاه لما عرفت انه سرق فلوسك طول السنين اللي فاتت دي كلها. كان لازم تشوف وشه لما هددته وقلت له اني هرفع عليه قضيه. ما هددتي ليه؟ انت فعلا ممكن ترفع عليه قضيه. لا بس يا ريت ده ما يحصلش. ليه؟ خايف على عشره؟ ايوه طبعا، انا باقي على وفاء وطنط فريده. ما تخافيش يا جميله، انا معاكي لغايه ما تاخدي حقك ومش هخليكي تخسريهم كمان. انت مش معايا يا ادم، مش هينفع تفضل قاعد هنا بسببي. لا عارف تروح بيتك ولا شغلك. حاولت ابعد عنك بس ما قدرتش. كل حاجه ملهاش طعم من غيرك. طب لو بتحبني بجد ارجع البيت. انت لازم تبقى مع مامتك في اكتر وقت هي محتاجه لك فيه. خايف اروح لماما بابا يضغط عليا ويحطني قدام الامر الواقع. الأمر الواقع ده أنت محطوط فيه من قبل حتى ما نشوف بعض. والنبي يا جميلة، لو بتحبيني وعايزاني أسمع كلامك وأرجع البيت، اسمعي أنت كمان كلامي وحافظي على شوية الأمن اللي باقيين لنا. أنا ممكن أسيبك بس في حالة واحدة بس يا جميلة، تقولي لي إنك ممكن تنسيني وتكوني لحد تاني غيري. اوعي تعيطي يا جميلة، أنا مش هسيبك، ما أقدرش أصلاً أسيبك. أنا فكرت في حل، يمكن لو سمعتيه تحس إنه حل مجنون وما ينفعش، بس لو فكرت كويس هتلاقي إن مفيش حل غيره. حل إيه؟ أنا اتجوزكم انتوا الاثنين. أنا مش هسيب نوع عشان ما يفضلش ذنبها في رقبتي طول العمر. وفي نفس الوقت لأن عارف إن لو سبتها هما مش هيسيبونا في حالنا. أنا ما بكرهش نوع على فكرة. بس مش قادر أحبها زي ما بحب. عارف انه حل صعب،
بس الظروف فرضته علينا. حتى لو اقتنعت انه ده الحل الوحيد، مين غيري انا وانت هيقتنع بيه؟ مين هيوافق انك تتجوزني؟ مفيش حد هيوافق، لان محدش عارف احنا بنحب بعض قد ايه. محدش فاهم ان انا وانت ما ينفعش نكون لاي حد تاني غيرنا. يعني انت عايز تتجوزني في السر؟ حماية من الناس، مش خوف منهم. وهنفضل عايشين طول حياتنا في الضلمة؟ لو سيبنا بعض مش هنعيش خالص. ولما يكشف سرنا؟ خلاص، ساعتها هيفهموا قد ايه احنا بنحب بعض، واننا كنا لازم نتجوز. وساعتها هتخسر كل حاجة. كفاية عليا اكسبك انت. وانا ازاي هستحمل ان واحدة تانية تشاركني فيك؟ وازاي تستحملي واحدة تانية تاخدني منك اصلا؟ بس احنا كده هندخل نفسنا في مشاكل كتير ما احناش قدها. الحاجة الوحيدة اللي احنا مش قدها جميلة اننا نسيب بعض، وانا ما اقدرش اسيبك. أنا آسف يا مدحت بيها اللي حصل مني المرة اللي فاتت، بس المرة دي بقى أنا مش جاي أتخانق. أمال جاي ليه؟ جاي أقول لك إن جميلة جات لي البيت امبارح. رجعت خلاص؟ لا ما رجعتش. جميلة كانت جاية تهددني إنها هترفع عليا قضية لو ما تدفعش حقها. بتتهمني إن أنا استوليت على مراسي من أبوها، وأنا متأكد إن اللي مالى دماغها من ناحيتي هو الباشمهندس آدم. لأن جميلة دي ما كانتش تقدر ترفع وشها فيا. هو اللي قواها من ناحيتي، وهو اللي قال لها إنها ترفع القضية عليا في المحكمة. طب وأنت قلت لها إيه؟ أنا عارف هقول لها إيه. هي قالت لي فكر ورد عليا، وديني جيت لحضرتك أهو لأني ما عرفتش أفكر لوحدي. شوف يا مدحت بيه، أنا وأنت دلوقتي مصلحتنا واحدة. أنت عايز آدم وأنا عايز جميلة. صحيح أنا مش طايق أشوف وشها، بس أعمل إيه؟ الراجل اللي أكل عيشي معاه بيحبها، وشايف إن المطعم حاله هيوقف من غيرها. يعني أنا وأنت مشاكلنا مش هتتحل إلا إذا بعدنا آدم عن جميلة. طب اتصل بيها وقول لها إن أنت قلقان من موضوع القضية ده، وإنك فكرت في الكلمتين اللي داروا بينكم. طب وبعدين؟ اديها معاد في حته وقول لي، وانا هتصرف في الباقي. متضحكيش على نفسك. انتي ما استغربتيش لما ادم قالك اتجوزكم انتوا الاتنين؟ صحيح هي فكرة غريبة، لكن انتي فكرتي فيها زي ما ادم فكر فيها، ويمكن كمان انتوا الاتنين فكرتوا فيها في نفس الوقت. ده اللي بيحصل من ساعة ما قابلتيه تاني بعد 18 سنة. بتفكروا وتحسوا بنفس الحاجات في نفس الوقت وبنفس الطريقة. حتى لما بتسيبوا بعض وكل واحد فيكوا يرجع بيته، برضو بتبقوا لسه مع بعض. هتوافقي تتجوزيه في السر وهو متجوز واحدة تانية؟ بالشكل ده هتحلوا مشكلة واحدة وتخلقوا قصادها ألف مشكلة.
أيوة يا عم. إمتى وفين؟ حاضر، مع السلامة. جميلة، ازيك؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ على فكرة دي مش صدفة، انا اللي قلت لعمك اديكي معاد هنا عشان اقابلك. ممكن تفضلي معايا؟ ازيك؟ الحمد لله. طبعا انت بتسألي نفسك انا عايز اكلمك في ايه، مش كده؟ اكيد حاجة مهمة.